أعزائنا المشاهدين، اشني أحوالكم؟ لاباس ان شاء الله، رمضانكم مبروك. بما انه فيكم ناس تتبع في الدراما العربيه وفما بعض الفنانين المغاربه يمثلوا في الاعمال هذه، فننصحكم تتفرجوا في حلقتنا باش تفهموا لهجتهم. اقعد واقف، تمشيش ما تجيش، زيد نقص، سلم على الدار، يعيشك، برشا، هلبه، بزاف وغيرهم من الكلمات اللي كيف تسمعوهم تعرفوا انه الشخص اللي يتكلم هو اصله من شمال افريقيا، يعني مغاربي. هذاك علاش اليوم باش نحكيوا على اللهجات المغربيه. معاكم كما العاده رشد البي في حلقه جديده من برنامجكم ترند المغرب العربي. مرحبا. أعزائنا المشاهدين، تنساوش تعليقاتكم وإعجابكم والشير والبرتاج، واضغطوا على سر الاشتراك لمتابعة جديدنا. وها قد حان موعد الإقلاع في فضاء اللهجات المغربية وأسرارها. أولاً أعزائنا المشاهدين، نفسر بعض المفاهيم. اللغة حسب الأستاذ المصري أحمد عبد الموجود هي مجموعة من الرموز الملفوظة والمتعارف عليها حسب القواعد التي يتعامل بها أعضاء مجموعة معينة. أما اللهجة فهي عادة نطقية كلامية لبيئة من بيئات اللغة الواحد. أما العامية هي عادة أيضاً نطقية لكنها تبتعد بأساسياتها وقواعدها على النظام اللغوي الفصيح، أي أنها تبتعد عن القواعد بتاع اللغة الأم. لكن أعزائنا المشاهدين، احنا في الحلقة هذه باش نعتمدوا على كلمة اللهجة لأنها هي الدارجة والمتعارف عليها. اللهجة المغربية دي ما يقولوا عليها أهل الشام والشرق الأوسط والخليج إنها صعيبة وماش مفهوم. واللهجة هذه هي أصلاً تختلف من دولة مغربية إلى دولة أخرى. فتونس مثلاً تختلف عن المغرب، والجزائر تختلف عن موريتانيا وليبيا. ولكن ورغم وجود بعض الكلمات المغربية المتقاربة، لكن الاختلاف هذا هو نفسه موجود كما نقولوا إحنا بين اللهجة اللبنانية واللهجة السورية والأردنية والفلسطينية. رغم القرب الجغرافي والوحدة الثقافية التاريخية المشتركة بين الدول هذه، ونحب نعرجوا أعزائنا المشاهدين إنه في نفس الدولة اللهجة تختلف. فمثلاً اللهجة في مدن الجنوب التونسي تختلف عن الشمال، تختلف عن المدن الساحلية وعن المدن الجبلية وغيره. وذايا بسبب تأثرهم بالبيئة الجغرافية ولقربهم الثقافي من بعض الدول المجاورة لهم. فمثلا عدد من الباحثين أشاروا إلى أن اللهجة الليبية قريبة من اللهجة الحسانية في موريتانيا، وأيضا قريبة من اللهجة البدوية الموجودة في الجزيرة العربية والجنوب التونسي والمناطق الحدودية الجزائرية. كمثال آخر، الشمال الغربي التونسي لهجته قريبة للهجة الجزائرية. ونقيس الشيء هذا على باقي الدول الأخرى. فحسب الباحث الألماني في علوم اللسانيات هانس فيهر، قال إنه اللهجات المغربية تنقسم إلى لهجات أندلسية وصقلية عربية رغم ندرة استعمالهم، وأيضا تنقسم إلى لهجات جبلية وصحراوية وقبلية ولهجات حظر أي سكان العواصم. الفوارق عزيزي المشاهد بين اللهجات وين تبرز في اللكنات وطريقة النطق. فمثلا التونسية يعني لهجة تونسية معروفة بالقلقلة، يعني احنا كتوانسة ننطق حرف القاف يتنطق بطريقة واضحة. فمثلا ناخذ مثال مصر وتونس، في مصر يقولوا آل في حين في تونس يقولوا قال. كما انه معروف اللهجة التونسية واللهجة الليبية أبطأ من اللهجة المغربية والجزائرية، خاصة انه الاخيرتين يعني المغربيه والجزائريه ممزوجين برشا باللغه الفرنسيه، تبدا يحكي معك بالجزائري والمغربي وهو شويه فرنسي. ايضا اللهجات المغربيه متاثره باللغه العربيه الممزوجه باللغه الامازيغيه. هذوما هما زوج لغات اللي طاغين اساسا على لهجات المغاربه، اضافه الى بعض الكلمات الافريقيه كما ما هو موجود في اللهجه الموريتانيه نظرا لقربهم الجغرافي من السنغال. ايضا في المغرب اللهجه نتاعهم متاثره بالاسباني، في حين في ليبيا اللهجه نتاعهم متاثره بالايطالي. القواعد زاده نتاع النحو والصرف اللهجات تختلف من منطقه لاخرى. ففي تونس مثلا نخاطبوا المذكر ونقولوا له انت مش أنت. كيف في المغرب فما مثلا اللهجة الرباطية واللي تحتوي على عديد الكلمات الفرنسية، ولهجة الكازا أي لهجة يعني مدينة الدار البيضاء اللي تتميز بقوة نبرتها أجريسيف برشا في الكلام تاعها. جد زاد أقصى شرق المغرب اللي يحكيو كما المناطق الغربية الجزائرية والمناطق الأمازيغية اللي تتكلم بلغة الأمازيغ في جل مناطق الشمال الإفريقي، ولهجة جنوب المغرب قريبة جدا من اللهجة الموريتانية وغيره. الشيء هذا حسب الدكتور جمال أبرنوس الباحث في اللغات والثقافات المغربية اللي كشف على الأثر الأمازيغي الكبير على اللهجات المغربية. وهذا التأثير أعزائنا المشاهدين قائم إلى يومنا الحالي. التأثير هذا كما قال هو جعل من اللهجة المغربية صعبة الفهم، وتأثر اللغوي أيضا بالاستعمار ظل قائما وكبيرا إلى اليوم. الخليط مع اللهجة العربية زاد يعني أمازيغي وعربي ولغات أجنبية يجعل من اللهجات المغربية فريدة من نوعها شكلا ومضمونا. عدم وصول اللهجة المغربية لدول المشرق العربي أعزائنا المشاهدين تعود حسب الخبراء إلى ضعف الانتشار الفني والثقافي للمغاربة، وضعفهم في الانتشار إلى دول الشرق. حتى الفنانين يخرجوا يحاولوا يبسطوا من لهجتهم للناس باش يفهموها. وأيضا الخليط الثقافي للغة أصبح يصعب فهمها، لأنه أغلب الدول العربية ما تأثرتش باللغة الإسبانية والفرنسية، في حين أنه ما فماش مغاربي مثلا أعزائنا المشاهدين ما يعرفش جوج وسوف، ما يعرفش مسلسل باب الحارة، ما يعرفش المطرب صباح فخري، أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، مسلسل رأفت الهجان، وديع الصافي، وفيروز، وغيره من الفنانين المشارقة الكثير. أعزائنا المشاهدين، أظن اليوم حكينا بما فيه الكفاية وفهمتوا علاش اللهجة المغربية صعبة. للحديث بقية نستناو رأيكم وتعليقاتكم. شكرا لكم وإلى اللقاء. كان معكم كما العادة رجل بي في حلقة جديدة من برنامج ترند المغرب العربي. إن شاء الله رمضانكم مبروك، في رعاية الله وحفظه.